السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله في قناة الاتصالات. اليوم جئتكم بتطبيق جديد وخطير في نفس الوقت. خطير يعني تنقول خطير خطير. هو سميتو ديسك ديغور. هو هذا التطبيق كما كتشاهدوه، إلا بغيتوه هتلقاوه في البلاي ستور. أنا نخلي لكم الرابط ديالو تحت الفيديو وتليشارجيوه وشوفوا الاستعمال ديالو. هو فيديو خطير. كيفاش خطير؟ مهم أنا بدأوا الشرح ديالو. مهم هو هذا التطبيق. أحبابي في الله، إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك معنا والضغط على زر سبسكرايب، وشكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة جديدة. وهي ميزة استرجاع الصور والفيديوهات وجميع أشياء التي تخصك في الهاتف. بمعنى خطير، خطير بالنسبة للناس اللي كيبيعوا ويشريوا في التليفونات، كيخليوا التصاورات ديالهم في التليفون. راه ماشي الحل الوحيد هو تسيبريمي تصاور ولي دوني وتقول صافي راني سيبريميت كلشي. لا، كما كتشاهدوا كيطلع لك جميع لي بارامتر اللي كاينين في التليفون بلي جيجا بكلشي، جميع المحتوى اللي كاين. انتوما تشوفوا طريقه الخدمه ديالو، طريقه خطيره خطيره جدا. انا راه بهضني هذا البرنامج حيت ما نكذبش عليك، انا جبت منه تصاور اللي كيرجعوا لصاحب الهاتف الاول. السيد اللي كان عنده التليفون في الاول جبدوا التصاور ديالو. اذا هذا التطبيق خطير خطير جدا. مهم انا نوريكم وانتم تيليشارجيوه عندكم في التليفون ديالكم وجربوه وتشوفوا، ونعطيكم الحل اللي ماشي هو حل جدري، ولكن انا نعطيكم واحد الحل اللي تقدر تنقد ما كاين ما يتنقد. بالنسبه لي بغيتي تبيع التليفون وخفتي على التصاور ديالك، المهم انا نعطيكم واحد الحل في اخر الفيديو. تبعوا معنا بعد هذا الفيديو وشوفوا معنا كيفاش الطريقه. غتحماقوا، كنقول لكم غتحماقوا غتحماقوا. المهم كنجيو لهنا بحال نشارجيو على التصاور. المهم هادو التصاور ديالي هادو كاينين دابا في التليفون، ولكن كما كتشاهدوا هنا لتحت هو دابا هنا كيحمل التصاور. انا نحاول باش نزرب باش ما نبينش التصاور اللي عندي، راكم عارفين انا عندي خصوصيات ديالي. وغنجبد لكم في نفس الوقت تصاور اللي هما ماشي ديالي، تصاور ديال واقيلا مول التليفون الاول والاول كاع. انا ما فهمت والو. التطبيق خطير، حملوا عندكم في التليفون ديالكم وجربوا وشوف. كما قلت لكم انا نعطيكم طريقه اللي تقدر تحيد من هذا المشكل. المهم الناس اللي عندهم تصاور خصوصيا في التليفون ديالهم راه خطير عليهم التطبيق، وانا كنصحهم يهرس التليفون وما يبيعوش، حيت يمكن تصاور ويمكن الفيديوهات ويمكن النوامر ويمكن جميع الخصوصيات ديالك يطلعوا له وحدين اخرين. المهم الا بغيتي تبيع حاول تبيع للناس اللي بعاد منك، باش ربما ما يعرفوكش حتى لقاو تصاور ديالك ولا شي حاجه، هاي محيوهم وكفايه. بالنسبه للناس اللي كيمشيو ليهم تصاور وكيبغيو يرجعوهم، هاد التطبيق لايق ليهم 100%، تطبيق رائع. مهم كما قلت لكم انا قلت لكم هو دابا راه غادي التصاور انا محيتهم شحال هادو اللي كتشوفوا دابا في لاباج، هادو محيتهم انا شحال هادي. تطبيق خطير، جربوه وشوفوا كيفاش هادشي. وراه تحماقوا بزاف. تطبيق غير عادي. مهم كما قلت لكم كاينه طريقه اللي هي ماشي جدريه ولكن نافعه شيئا ما، فهمتي؟ الطريقه اللي هي نافعه شيئا ما، تسيبريمي التليفون وتفورماتيه وتحاول تصور. شحال عندك؟ 16 جيجا. عمرها بتصاور بلي فيديو، مهم بالتخربيق ما تصورش انت، عمرها بالتخربيق وعاود محيه وفورماتي عاوتاني تصور وفورماتي وتصور وفورماتي ودير لي فيديو وعمر لي دوني، مهم تتعمر عاوتاني ديك 16 جيجا ومحي بهذيك الطريقه. لا ميموار ديال التليفون شنو كدير بهذيك الطريقه؟ لا ميموار ديال التليفون كضطر باش تمحي لي دوني الاولين اللي كاينين في التليفون اللي هما راجعين ليك اللي انت ما باغيهمش يبانو، ويخليو لي دوني اللي قدام. كما قلت لكم انا هاد لي فوتو هادو
ما بقاوش عندي. هادشي ماشي ديالي، هادشي انا ما عمره ما كان عندي. المهم عذروني، الباتري بدا يديشارجي من التليفون. كما قلت لكم انا هادشي ماشي ديالي، هادشي ماشي صور ديالي، هادو الصور ديال السيد اللي انا خديت من عنده التليفون. هذا التليفون ماشي جديد، انا خديته بون اوكازيو. المهم كما قلت لكم هما التصاور كيرجعوا امام عينيكم. نحاول نوقف البروغرام حيت ما يمكنش ليا نجبد كل شيء. المهم اللي بغيت نقول لكم، تقدروا تخافوا على ريوسكم، تصور راه كيرجعوا وكيرجعوا جميع لي دوني. كما قلت لكم طريقه سهله ماشي جذريه ولكن سهله، سهله جدا باش تفادى شي شويه ديال المشاكل. هو تحاول اللي عندك 16 جيجا ولا 32 جيجا ولا 64 جيجا، حاول تعمرها بلي فيديو، فورماطيها، عمرها وفورماطيها، عمرها وفورماطيها، حتى التليفون يبدا يضطر هو راسو يمحي لي دوني اللي قدام، حيت هو عنده واحد الطاقه استيعابيه لداخل اللي ربما قليل 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 ديال الناس اللي عارفين هذه القضيه، بانه هو كيهز واحد الطاقه استيعابيه كبيره، وقال لك توصل ل1000 جيجا، فهمتوا؟ توصل ل1000 جيجا راه يمكن لها تخلي لي دوني القدام كاع وتجيب بروغرام بحال هذا تافه. هذا انا تنسميه هذا بروغرام تافه، ويجبد لك الاسرار ديالك ويجبد لك لي دوني ديالك ويخسر لك جميع 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 داكشي اللي كنتي تضربه في راسك. تبيع التليفون ولا هذا، انا كنفضل نهرس التليفون وما نبيعوش، فهمتي؟ انا عندي الصور ديال الدار ديالي، تصاور ديال الاصدقاء، تصاور، ما يمكنش ليا انا نبيع التليفون والتصاور يبقاو ليا في التليفون، ما يمكنش. وجميع الناس اللي كتشري من عندهم تليفون ولا شي حاجه كيقول لك نمحي لي دوني عاد نبيع التليفون. المهم هاد القضيه راه حنا كاملين كنبيعو ونشريو في التليفونات، ضروري كتبغي تبدل كيخرجوا لي موديل جداد. المهم هاد القضيه راه هي اللي شويه نافعه، هو ديال تعمر لي جيجا وتمحيهم، تعمر وتمحي حتى وطلب زهرك، فهمتي؟ وتحاول تحاول 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 تقعد تجرب هذا البروغرام واش حيد هذوك الشيء. ما تنساش ما كاينش هذا البروغرام بوحدو، راه كاينين تطبيقات اخرين اللي هما خطر من هذا، تطبيقات اللي هما خطرين كيخرجوا كيخرجوا جميع الحوايج اللي بغيتي. راه كاينين تطبيقات اللي كيخرجوا لي زابيل، كيخرجوا لي ميساج، وكيخرجوا جميع لي دوني اللي عندك في التليفون. راه اون فوا كيشد شخص واحد اخر التليفون ديالك كيولي ملك ديالو، عنده حق يتيليشارجي لي بروغرام اللي بغا ويخرج لي.